بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ المحاضرة بتاعتنا بري منسترال سندروم. دكتور أحمد أبو الروس، أسيستنت بروفيسور أوبستريكس جينيكولوجي سويس كندا يونيفرستي. بإذن الله سبحانه وتعالى البداية بتاعتنا النهارده هتبقى بموضوع مهم، هو موضوع البري منسترال سندروم. البري منسترال سندروم دي من التعريف بتاعها نقدر نعرف إن هي ظاهرة طبية بتحصل للمريضة بتاعتنا في الفترة بتاعت اللوتيال فيز، اللي هي الفترة ما قبل نزول الدورة، يعني من بعد حدوث عملية التبويض والجرافيان فوليك اللي يحصل لها رابتشر إلى الوقت بعد كده بتاع ال 14 يوم اللي هم لحد يوم نزول البيريود على المريضة. وده الوقت اللي بيبقى مسؤول عنه البروجستيرون هرمون اللي هو بيطلع من الكوربس لوتيم، انتظارا طبعا لحدوث عملية الفيرتلايزيشن وتحول الفوليكل او الاوفا الى انها تبقى امبريو، والامبريو دوت بالتالي هيكمل معاه الكوربس لوتيم دوت يفضل يديله بروجستيرون. لكن لو ما حصلش هذا الفيرتلايزيشن ببساطة شديدة بيبدأ الكوربس لوتيم دوت يحصل له اتريزيا، يعني بيحصل له ان هو يصغر ويقل وتأثيره يبدأ ينزل من الانتاج العالي للبروجستيرون، لان هو يبدا ما ينتجش بروجستيرون خالص، وبالتالي يحصل ويزدرول للاندومتريوم على مستوى الرحم وينزل الدوره. يبقى اذا احنا عندنا الدوره المبيضيه بتاعت البنت او الست بتنقسم الى قسمين، فوليكولار فيز وده الجزء الاولاني اللي بتكبر فيه الفوليكل اللي بيتم اختيارها واسمها ريكروتمنت او اختيار اللي هي الماتيور جرافيان فوليكل، وده بيبقى عن طريق فعل هرموني من خروج هرمون الاف اس اتش والال اتش من الانتيريور بيتيوتري جلاند من السنترز بتاعتهم، وبعد كده يبدا يقل الهرمونين دولت مع الوقت نتيجه للنيجاتيف فيدباك اللي هيحصل من الاستروجين اللي بيخرج من الجرانيولوزا سيلز والثيكا سيلز اللي موجوده في الفوليكل، لان كل ما بيزيد الاف اس اتش بيزيد الاستروجين لحد ما يوصل الاستروجين لليفل معين يوقف الاف اس اتش، وبالتالي تنتهي هنا الفوليكولار فيز ويبدا يقول للال اتش خد انت الابر هاند، والال اتش يبدا يعمل حاجه اسمها الال اتش سيرج او اللي هو البيك بتاعه. يبقى اذا الاستروجين بيعمل في الميد فوليكولار فيز، او نقدر نقول يعني في ما بين الفتره بتاعه الفوليكولار فيز وما الفتره بتاعه اللوتيل فيز قبل ما الجرافيان فوليكل ترابشر، يحصل اتنين افكت عكس بعض من الاستروجين اللي بيطلع من الجرانيولوزا سيلز ديت في الفوليكل. الافكت الاولاني هو نيجاتيف فيدباك على اف اس اتش يقول له كفايه كده، اللي هو الفوليكولار ستيموليتنج هرمون، توقف عن العمل وبالتالي مفيش فوليكل هتكبر تاني. وحضراتكم بيحصل ان ال اتش يجي له بوست فيدباك، يعني الاستروجين العالي يقول له اطلع بشكل كبير، يوصل لسيرج معين عشان يبدا يحصل حاجه اسمها لوتينايزيشن او ماتوريشن للفوليكل دي، انها عماله كانت بتكبر الاول لحد ما وصلت لحجم معين، ثم بعد كده يحصل لها النضج المبيضي. والنضج البويضي دوت بيبقى عباره عن اسمها ببساطه لوتينايزيشن، او اللي هي ان هو يصفر، يعني عشان كده اسمه لوتينايزنج هرمون. الخلايا اللي اسمها عشان كده اسم الكوربس لوتين بعد كده بعد ما بترابشر الجرافيا فوليكل ده بيبقى اسمها الجسم الاصفر. تمام، الرابتشر ده بيحصل بعد كده للجرافيان فوليكل وتعمل الكوربس لوتيم اللي هو الجسم الاصفر اللي يبدا يبقى مسؤول عن خروج هرمون البروجستيرون. يبقى فتره الفوليكولار فيز اللي هي ال 14 يوم الاولانيين من دوره اي ست مسؤول عنها الفوليكولار ستيموليتنج هرمون، وبالتالي الهرمون اللي بيصدر من المبيض بناء عليها هو الاستروجين، والاستروجين بيجي عند الفتره بتاعت الميد سايكليك او نص البريود بيعمل تاثيرين، تاثير نيجاتيف فيدباك على الفوليكولار ستيموليتنج هرمون يقول له كفايه كده، وبوست فيدباك على اللوتينايزنج هرمون يقول له ابدا اشتغل عشان تطلع الجرافيان فوليكل، وبذلك الجرافيان فوليكل اللي هتطلع دي هتبدا تعمل ايه يا اولاد؟ تعمل الكوربس لوتيم اللي هيطلع البروجستيرون. يبقى كلمه بري منسترال سندروم هي ظاهره طبيه بتحصل في الفتره بتاعه البروجستيرون الا وهي اللوتيال فيز. نبدا نقرا الديفينيشن. BMS is defined as occurrence of cluster of symptoms, physical and psychological, in the luteal phase, premenstrual, which are alleviated by the end of menses and are severe enough to disturb normal life. كل جملة في التعريف ده شباب ليها واقع مهم على المرض وعلى فهمنا له. هو ببساطة مجموعة سيمتومز، كلاستر دي يعني زي كأن يعني ايه، يعني مجموعة، يعني كمية من الأعراض
في منها حاجات سايكولوجيكال وفي منها حاجات فيزيكال. كويس، بتحصل فين؟ زي ما شرحنا من في قبل كده وقلنا ان اللوتيال فيز هي فتره البروجستيرون، ودي انهي فتره؟ دي ال 14 يوم التانيين من فتره الدوره، يبقى دي اللي بنسميها بري منسترال، ما قبل نزول الدوره، which are alleviated، يعني تبدا تهدى وتقل هذه الاعراض الكلاستر اوف سيمتومز ده by the end of menses، مع نهاية نزول الدورة. ولازم نبقى عارفين معلومة عنها مهمة أوي، إنها severe enough to disturb normal life. ليه الجملة الأخيرة دي؟ لأن كل الستات في الدنيا وكل البنات في الدنيا recorded إن بيحصل لهم مجموعة من السيمتومز، سواء كانت psychological أو سواء كانت physical، في الفترة اللي ما قبل نزول الدورة، وهذا هو التأثير الطبيعي لهرمون البروجستيرون. كتير من البنات تقول لك انا قبل نزول دورتي ببقى مكتئبه، كتير من البنات تقول لك قبل نزول دورتي ببقى anxious او في anxiety او في توتر، ده كده اتنين psychological symptoms مشهورين جدا. وكتير من البنات تقول لك انا بيبقى عندي حاجه اسمها nostalgia، يعني pain in the breast، في البريست بتوعها، وده سببه ايه؟ ده سببه هرمون البروجستيرون. طيب يعني حضرتك عايز تقول ان ده شيء طبيعي وبيحصل في كل الستات والبنات؟ ايوه، بقول انه شيء طبيعي وبيحصل في كل الستات والبنات، ولكن لما يبقى سيفير انف تو ديسترب هير نورمال لايف، هنا يبدا الحاله تتحول الى سندروم او ظاهره طبيه، وبالتالي تتحول الى شكل مرضي ويجب علاجه. يبقى نتاكد كلنا من معلومه ان كل البنات هيحصل لهم بري منسترال سندروم، كل البنات دولت هيحصل لهم بطريقه ما هي سيفير انف انها تاثر على حياه البنت، لكن الجزء الاهم انها هذه كلاستر اوف سيمتومز لو بقت مؤثره على حياه البنت او الست، لازم نبقى عارفين ان كده بقت اسمها بري منسترال سندروم وتحتاج الى العلاج. النقطه الثانيه المهمه هي وقتيه، يعني هي مع ظهور البروجستيرون من الكورباس لوتيم ومع نهايه الكورباس لوتيم اللي هي مع موعد نزول الدوره تنتهي هذه الاعراض. يبقى تبدا الاعراض مع ظهور البروجستيرون وبدايه الاوتيل فيز زي ما شرحنا، وتنتهي الاعراض مع نزول الدوره تماما، عشان نبقى فاهمين المرض ماشي ازاي والديفينيشن بتاعه بيشرح توقيته، بيشرح ان هو مجموعه اعراض جسمانيه ونفسيه، بيشرح انها بتظهر في وقت وتنتهي مع نهاية هذا الوقت، اللي هي بتظهر مع بداية الأوفيوليشن وتنتهي مع نزول الدورة. وأهم نقطة إن جزء التعريف بيقولها إنها ممكن تحصل في كل الناس، ولكن لازم عشان تتحول إلى سندروم أو حالة مرضية لازم تبقى disturb normal life. طيب خلونا بقى يا شباب كده نحاول نستوعب من التعريف اللي اديناه what are the diagnostic criteria of this disease. يعني هي كل الدايجنوستيك كريتيريا اللي حضراتكم هتقروها معايا في السلايد دلوقتي هي بالظبط عباره عن اكسبلانيشن للديفينيشن ده، بس بشكل ادق. يعني مثلا سيمتومز اوكير اب تو 2 ويكس بيفور منس، دي حقيقه احنا متفقين كلنا ان هي في الفتره بتاعت اللوتيال فيز اللي هي قبل نزول الدوره ب 14 يوم، اللي هي الفتره اللي المفروض فيها حصل عمليه الاوفيليشن ومسؤول عنها مين؟ البروجستيرون. طيب symptoms remit shortly following onset of menses، بتعود الأعراض مرة أخرى بعد يعني remit shortly following onset of menses، مقصود بها هنا يا شباب إن هذه الأعراض بتبدأ تهدى تماما مع نزول الدورة، وتبدأ بعد كده تمشي uprising uprising في ظهورها لحد ما تبقى في البيك بتاعها عند بداية اللوتيال فيز. patient symptom free at mid follicular phase، في الوقت بتاع الفوليكولار فيز زي ما شرحته ليكوا قبل كده اللي هو المسؤول عنه هرمون الاستروجين، بتبقى ما فيش اي symptoms خالص. symptoms are associated with impairment of daily functioning and relationship emotions and leads to physical distress، لازم تكون interfering with normal life زي ما شرحت لكم برضو في الديفينيشن. الجزء المهم اللي قلته لكم من شويه ان every woman experiences such symptoms during her reproductive life but they are not such distressing، يعني ما هي severe enough to disturb her normal life، زي ما قلت لكم كثير ان لم يكن كل السيدات والبنات بيعانوا من مشاكل هرمون البروجستيرون في فتره اللوتيال فيز، ولكن بدرجات زي ما قلت لحضراتكم متفاوته وبطريقه لا تؤثر على الحياه العامه، يعني الديلي فانكشننج بتاع الست او البنت هيفضل موجود. يعني البنت اللي بتطلع الاولى على دفعتها
هتفضل بتطلع الاولى على دفعتها وبتذاكر كويس في كلية الطب ومركزة والكونسنتريشن بتاعها كويس في الامتحان، حتى لو هي عندها بعض الاعراض من القلق والتوتر لكن ليست للدرجة التي ترقى للحالة المرضية. اخر نقطة، symptoms are not just exacerbation of other conditions actually present or any other chronic illness. مقصود ايه بهذا الكلام يا شباب؟ خلي بالك ما تجيش تقول لي ان في مريضة ديبريشن، مريضة اكتئاب، والموضوع عندها زايد قوي الفترة اللي قبل الدورة، تقول لي دي بريمنسترول سيندروم. اقول لك لا، exacerbation او يعني نقدر نقول increase of severity of symptoms، هو ده معنى كلمة exacerbation، at certain time even حتى لو كان هو اللوتيل فيز لديزيز موجود اصلا في الجسم، ده مش بي ام اس. وصلكوا؟ تاني، المريضه بتاعت البي ام اس هي مريضه كومبليتلي فري ما قبل فتره اللوتيل فيز، كومبليتلي تايرد سواء فيزيكال او سايكولوجيكال في الفتره اللي هي ايه يا شباب، اللي هي اللوتيل فيز اللي هي المسؤوله عنها بروجسترون زي ما شرحت. اما واحدة هي أصلا مريضة اكتئاب وهي دلوقتي الأمور بتاعتها هادية والعلاج بتاعها جايب نتيجة معاها عند دكتور الأمراض النفسية، وجات قبل الدورة العلاج محتاجين نزود جرعته عشان الأعراض زايدة شوية، لا ده exacerbation of a problem of a chronic illness، ده عبارة عن increased severity of a certain actually present chronic problem موجودة في الجسم، ده ما يعتبرش premenstrual syndrome. يبقى عشان الدايجنوز premenstrual syndrome سريعا كويس، الأعراض بتبدأ أسبوعين قبل الدورة، الأعراض بتنتهي وتهدى بنزول الدورة، الأعراض في فترة الفوليكولار فيز وتكون البويضي عن طريق المسؤولية بتاعة الأستروجين والفوليكولار ستيمولاتنج هرمون من الأنتيريور بتيوتر عن هذه الفترة مفيش فيها أعراض خالص. دايما الأعراض بتعمل ديلي امبيرمنت وانترفيرنج مع حياة البنت أو الست، سواء ايموشنالي سواء فانكشنالي سواء ان ريليشن شيبس وات ايفر. كل ست في الدنيا حصل لها هذه الاعراض ولكن بطريقه ما هياش ديستريسنج لدرجه انها تنترفير وذ هير نورمال لايف، وبالتالي ما فيش مشكله. لازم نبقى عارفين ان السيمتومز ديت يا شباب ما هياش عباره عن زياده في فتره معينه لمريض كرونيك إلنس بمشكله. يعني مريض عنده كرونيك ديبريشن حتى لو زادت في الفتره بتاعت الهوتيل فيز الاعراض، ما نقولش ان دي بي ام اس خالص، ده كده يبقى اسمه مس اتريبيوشن، يعني عباره عن تعريف خاطئ للبي ام اس. بي ام اس حد كومبليتلي فري، الحد دي بقت تعبانه جدا من اول بدايه اللوتيال فيز في ال 14 يوم وانتهت المشكله مع نزول البنسس فقط، مشكله قديمه كانت موجوده حتى لو الاعراض زايده في الوقت ده ما نقدرش نسميها بريمنسترال سيندروم. اتمنى تبقى وصلتكم الدايجنوستيك كرايتيريا اللي هي تعتبر عباره عن السلايد ده، هو اناليسيز كويس للسلايد الاولاني بتاع الديفينيشن. What are the types of premenstrual syndrome؟ في عندنا حاجة اسمها physiological premenstrual syndrome اللي هي الست اللي بنقدر نعتبرها انها عندها الاعراض، والاعراض دي موجودة بشكل عادي زي ما قلت لكم الاولى على دفعتها اللي بتفضل اولى على دفعتها، فدي احنا بنسميها physiological لا ترقى لحالة المرض. يعني الحالة المرضية بقى نفسها اللي هي البريمنسترال سندروم، ودي قسموها العلماء الى mild moderate and severe. في كده زي سب ديفيجن منها اسمه بري منسترال ديسفونيك ديس اوردر. كلمه ديسفونيك دي يا شباب مقصود بيها ان يحصل للست او البنت السايكولوجيكال سيمتومز فقط، اما الفيزيكال سيمتومز ما تحصلش. يبقى كلمه ديسفونيك مقصود بيها سايكولوجيكال سيمتومز اونلي، يعني ده سب ديفيجن من البري منسترال سندروم. يعني البري منسترال سندروم تيجي بانكزايتي، تيجي بديبريشن، تيجي ب feeling that she is on edge، يعني هي بالبلدي كده وببساطة على الحافة من نهاية كل شيء ومن الدمار، and everything will be destroyed، فده توتر رهيب جدا وانكزايتي عالية جدا. تمام. لكن يحصل لها physical symptoms زي ما قلت البريست بين او الابدومينال بين والبلوتنج او اللي هو اسمه الانتفاخات القولونية، دي ما تحصلش، وبالتالي المريضة دي تعتبر سب ديفيجن من بي ام اس اسمه ديسفونيك ديس اوردر. في حاجة اسمها بري منسترال اكساجيريشن، وده اللي اتكلمنا عنه من شوية، ده ما اسموش بري منسترال سندروم. طب احنا ليه حاطينه هنا تحت التايبز اوف بري منسترال سندروم؟ لأن العلماء كانوا يفضلون وضع حتى الأنواع التي يحدث بها أعراض شبيهة بالبري منسترال سندروم ولكن هي في النهاية ليست بري منسترال سندروم
عشان تبقى واصله لنا احنا واحنا بنقرا عن المرض ده. عشان كده حط بري منسترال اكساجيريشن، الا وهو عباره عن انكريزد سيفيريتي اوف سيرتن كرونيك إلنس موجود اكشوالي بريزنت في الجسم، زي ما شرحتها من شويه، وشرحت من شويه ان دي مش تابعه للبري منسترال سندروم، ووضحت لكم دلوقتي ان العلماء قاصدين يحطوها في التايبز من بتاعت البري منسترال سندروم، عشان احنا كويس قوي نبقى فاهمين الفرق ما بين الاثنين. مس اتريبيوشن، الا هو التشخيص الخاطئ. لا تشخص حاله لمجرد ان عندها انكزايتي ودبريشن انها بري منسترال سندروم، لان ده يعتبر مس اتريبيوشن. يبقى اخر نوعين هو حاططهم تحت، والنوع اللي حطه فوق خالص، دول مش حاله مرضيه بتاعت البري منسترال سندروم. الاولانيه اسمها فيسيولوجيكال بري منسترال سندروم، دي اللي بتحصل في ملايين الستات، في كل الستات تقريبا، وبالتالي ده مش المرض اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، تمام. والنقطة اللي هي النقطة رقم 4 اللي هي بري منسترال اكساجيريشن، والنقطة رقم 5 مس اتريبيوشن، قصد العلماء بوضعهم هنا عشان بس يوضح لنا ان في حاجات تانية ومشاكل تانية فيها اعراض زي بتاعة البري منسترال سندروم، ولكن هي مش ماشية مع التعريف ولا مع الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعة البري منسترال سندروم. البري منسترال سندروم الحقيقيين هم عبارة عن المايلد والمودريت والسفير، اللي هي النقطة رقم 2، والنقطة رقم 3 اللي هي بتاعت بري منسترال ديسفونيك ديس اوردر، اللي هي بتعتبر سب ديفيجن من المشاكل السايكولوجيكال فقط. طيب ايه الاعراض بقى يا شباب؟ نقرا بقى لان هم كتير، نقراهم مع بعض كلنا كده. سايكولوجيكال عبارة عن irritability, depression, crying, anxiety, tension, mood swings, lack of concentration, confusion, forgetfulness, restlessness, anger, sadness, loneliness. كل دي اعراض psychological، ولو موجودة لوحدها هنسميها dysphonic disorder اللي قلناها في السلايد اللي فات. pain symptoms زي headache, migraine, breast pain, tenderness, soreness, breast swelling. soreness ده يعني احمرار، tenderness يعني ألم شديد عند الملامسة، يعني لو هي لمست صدرها يوجعها جدا، وبريست بين اللي هي تبقى ماشيه بيه عامل لها بين رهيب، وهي حاسه بانتفاخ وامتلاء رهيب في البريست ووجع جامد. كل ده اسمه ماستالجيا، ده الاسم اللاتيني اللي هو العلمي بتاع مشاكل البريست المختلفه اللي بتحصل في فتره البري منسترال، اسمها ماستالجيا. باك بين، ابدومينال بين، جنراليزد بادي بين، كل دي اشكال البين المختلفه. بلوتدنس او الانتفاخ، دايما يحصل ويت جين لان البروجستيرون هو الهرمون المسؤول عن السولت ووتر ريتينشن. كلنا عندنا في البيت، في اخواتنا، في قرايبنا، في مرات اخونا، في خالاتنا، في اي حد من عائلاتنا اللي موجوده انها حامل. كلنا عارفين ان الحمل هو فتره كلها هرمون بروجستيرون طوال 9 شهور. مسؤول عن خروج البروجستيرون اللي عامل سبورت لهذا الحمل ومخلي الرحم يقدر يكبر ويشيل الحمل، هو هرمون البروجستيرون ده مسؤول عنه في اول 8 اسابيع من الحمل او اول شهرين من الحمل، هو الكوربسلوتين. يبقى الكوربسلوتين زي ما احنا عارفين لو الفلترايزيشن ما حصلش، الاخصاب ما حصلش، فهيحصل له اتريزيا ويقع ويتهد وتنزل دوره بالتالي، لان البروجستيرون ما عادش موجود. حصل الفيرتلايزيشن، هو مكمل معانا لحد 2 شهر حمل عشان يطلع بروجستيرون يعمل سبورت للحمل ده. ثم بعد هذه 8 اسابيع تكون البلاسينتا او المشيمه هي المسؤوله عن البروجستيرون. طوال فتره البروجستيرون في جسم البنت او الست، طول الفتره دي البروجستيرون ده بيعمل عندها ويت جين لانه بيعمل سولت ووتر ريتنشن، ده من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعته. تمام؟ ودايما تسمع ان الست الحامل بترجع، فدايما البروجستيرون مسؤول عن حاجه اسمها الهايبر ايميسيس او الترجيع الزايد او اللي هو القيء الزائد مع الحمل. اقرا معايا كده بقى، ده بيؤكد لك ان الاعراض اللي موجوده دي كلها بروجستيرون افكت، زي ما شرحناها انها بتحصل في الحمل بس بدرجات مختلفه من حاله للتانيه. في ست بتزيد 15 كيلو، في ست بتزيد 25 كيلو في وزنها بسبب ال9 شهور حمل كلهم بروجستيرون. تعالى بقى في ال 14 يوم بتوع البروجستيرون العاديين في اللوتيل فيز، بص بقى اللي بيحصل. بلوتدنس، امتلاء وانتفاخ، يعني عباره عن ويت جين. لو انت الابدومينال وول حصل له سولت ووتر ريتنشن يعمل ابدومينال بلوتنج او انتفاخ في البطن، والنتيجه لان الوول بتاع الانتستين نفسه
البريستالسيس بتاعته بتقل بسبب البروجستيرون، وفي نفس الوقت في سولت وروتر ريتنشن موجود في الميوكوزا بتاعتها، فبيبقى معاها فيها بلوتدنس او امتلاء رهيب او انتفاخ. ايديما اوف اكستريميتيز، ابدومينال سويلنج اند ووتر ريتنشن. ابيتايت سيمتومز بقى، الابيتايت سيمتومز اللي بتحصل من البروجستيرون كالاتي، اتنين عكس بعض تمام، انكريزد ابيتايت، واخر واحده اسمها النوزيا. بعض الستات يبقى عندها هانجر رهيب اسمه فود كريفنج، يعني هتموت على الاكل، وخصوصا الحاجات المسكره الشوكولاتات والحلويات، وتلاقي كتير من الستات والبنات بتجري على الكابتشينو والنسكافيه بشكل عنيف جدا في الفتره دي، وهي مش فاهمه ليه بتجري على الشوكولاته بشكل عنيف جدا في الفتره دي وهي مش فاهمه ليه. كل ده بالاساس جاي من البروجستيرون، او يحصل العكس نوزيا زي بالظبط الست الحامل، ما هي بروجستيرون وعلى طول عندها نوزيا وعلى طول عايزه ترجع. تعالوا بقى نتكلم على جزء كده من السايكولوجيكال سيمتومز اسمه بيهيفيرال سيمتومز، هو ده الجزء اللي كنت بتكلم عنه اللي هو فيلينج وان ايدج والحاجات دي كلها، وهوبلسنس اللي هو الاحساس بفقدان الامل في الحياه بقى، زي فاتيج، ديزينس، انسومنيا اللي هي اضطرابات في النوم، تايردنس، سيكشوال انترست تشينجز. دي برضو غريبه جدا، بعض السيدات في فتره البروجستيرون يحصل لها انكريز ليبيدو، انكريز سيكشوال انترست. بعض السيدات يحصل لها ديكريز ليبيدو، ديكريز سيكشوال انترست. في الاخر 5 ايام قبل الدوره نيرلي سيكشوال انكتيف. هي كده البروجستيرون جه مع جسمها عمل معاها كده. العكس تماما البعض الاخر من السيدات، بشكل يبقى فيه زياده للمتطلب بتاع الحياه الزوجيه والجنسيه في حياتها. ده اسمه انكريز ليبيدو والتاني اسمه ديكريز ليبيدو. ديبريسد مود، سنس اوف هوبلسنس، فيلينج اوف بينج اون ايدج، انا على الحافه وحياتي ستنتهي. ودي الوضع اللي الست بتدخل فيه مع البروجستيرون لما بيوصل لحاله مرضيه، ممكن فعلا يا شباب يوصل لمرحله من كوميت سويسايد، وده نوع من انواع السايكولوجيكال او البيهيفيرال ديس اوردر الكبير. طيب تعالوا ندور بقى على الايتيولوجي والباثوفيسيولوجي بتاع الموضوع. Exact cause still not known, it's only theories. دي أول نقطة، دايما العلم ما يحتار في حل لأي ايتيولوجي أو أي مسبب لمشكلة طبية عويصة، فما بيبقاش عنده حل غير إن هو يقول إن دي theories بس أو إن هي نظريات. طيب الأوفيلين هرمون زي المسؤولة طبعا كلنا عارفين، ما نقرا مع بعض كده. الديزيز ده بيبدأ في الريبرودكتيف ايج، يعني عمره ما يحصل البنت قبل البيوبرتي، عندها 8 سنين مش هيحصل لها، وما هوش اهو موجود نوت فاوند ان بري بيوبرتي، ما هوش موجود في البريجننسي بشكل عام، لان بالرغم ان البريجننسي فتره بروجستيرون الا ان سبحان الله هم 9 شهور بروجستيرون، ما هماش 14 يوم بس لوتيل فيز، ما هماش بروجستيرون بيكا اب اند داون، لا ده بروجستيرون طول الوقت، فتقريبا ده ادابتيشن الجسم عليه ونعمه ربنا علينا ان مش الحوامل ما بيحصلهمش البري منسترال سندروم العنيفه دي اللي هي السندروم اللي فيها كل الايه الاعراض دي، الا ان كتير من الاعراض دي زي ما قلت لكم موجوده، زي ما قلت لكم ان كتير من الاعراض دي موجوده عند كل الستات تقريبا، بس اهم حاجه اتس نوت ديستربنج نورمال لايف زي ما شرحنا ووضحنا قبل كده. طب السيست البوست منوبوزال مش هيحصل لها المرض ده برضه، لان ببساطه مفيش هرمونات في جسمها. طيب الست بقى البوست منوبوزال اللي بتاخد يا اولاد هرمون ريبليسمنت ثيرابي، اتش ار تي دي يعني ايه؟ هرمون ريبليسمنت ثيرابي. ايه بقى الهرمون ريبليسمنت ثيرابي ده؟ انا اقف عنده وقفه سريعه كده وبسيطه. عندنا كتير من الستات لما بتدخل لفتره المينوبوز، يعني الهرمون بتاع الاستروجين ناقص من جسمها، والاستروجين بالذات، انا بقول الاستروجين بالذات لان هو المسؤول رقم واحد عن الكالسيوم وديبوزيشن في البون، ده من ضمن الحاجات المهمه له، فتلاقي الستات دول بيخشوا في حاجه اسمها اوستيوبوروزس، او اللي هي بنقولها باللغه العربيه هشاشه العظام. كتير من الستات يخشوا في اتاكس من الانسومنيا اللي هي قلق نوم رهيب. كتير من الستات يخشوا بسبب نقص الاستروجين في حياتهم في مشاكل زي حاجه اسمها اللي هي الهوت فلاشز. عباره عن ايه هوت فلاشز دي؟ episodes or attacks of sweating and hotness. رهيب جدا ده بيحصل، وده حتى في عز البرد، يعني الناس كلها تبقى بردانه وهي تقول لك فجاه افتحوا لي الشبابيك حواليا انا هموت من الحر، انا جسمي مولع نار.
ده هي احد يعني زي اكزامبل سريع للاعراض بتاعت المينوبوزا الفيميل. حضرتك عشان تعوض المينوبوزا الفيميل دي بتدي حاجه اسمها هرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي واقف عليه السهم ده اللي هو اتش ار تي. اتش ار تي ده اللي هو ايه، او الهرمون ريبليسمنت ثيرابي ده ببساطه شديده جدا يا شباب ان انا بدي استروجين صناعي من بره يعوض المشكله. طب حضرتك كده يا دكتوره بروس قضيت على حياه الست دي لما عملت كده. ايوه، ليه؟ انا بعالج شويه مشاكل زي اللي انا شرحتهم اللي هم الاوستيوبروزس او الهوت فلاشز او الانسومنيا او النيرفسنس او ما الى ذلك، لكن عرضتها للايه، للكارسينوجينيك افكت بتاع الاستروجين وخصوصا على البريست. طيب هتعمل ايه؟ هتقول لي يا دكتوره بروس هقلل الجرعات شويه وهديها لست ما عندهاش هاي ريسك للماليجنسي، وهاخد بالي ان انا ما اشتغلتش في الادويه دي لاكتر من سن ال 55 سنه، عشان لما اتعملت حاجه اسمها ال WHI ستادي اللي هي الوومن هيلث انستتيوشن ستادي اللي هي الاستادي الكبيره اللي اتعملت في انجلترا على عدد مش قليل، مش اقل من 100,000، ودلوقتي قربنا على 1 مليون فيميل كلهم في المينوبوزال ستيت يعني فوق سن ال 50 وال 55، وبداوا يدوهم الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، لقوا المجموعه النقط اللي بقولها دي مهمه جدا، الا وهو ان الادويه اللي هي الهرمونيه اللي بتتاخد ممكن تتاخد وزن بريكوشن مده ما تزيدش عن 5 سنوات، تتاخد بشكل اسمه اون واوف، يعني ما ينفعش نديها طول ال5 سنوات يوميا، يبقى انا بعرض لكميات كبيره جدا من الاستروجين وبالتالي بعرض للايبيليتي للايه؟ لل البريست كانسر عاليه جدا. طيب ماشي، حتى الان حضرتك ما ذكرتش حاجه عن البروجستيرون. لا، هنا بقى اذكر لك البروجستيرون. هقول لك ليه. اولا احنا عايزين ندي استروجين، واحنا اتفقنا ان نقص الاستروجين هو اللي مؤدي للمشكله بتاعت المينوبوز، مظبوط؟ تمام. طيب حضرتك دلوقتي لو قعدت تدي استروجين بس، تعال نتكلم على الليفل اوف ذا يوتراين سايكل، على الاندوميتريوم يعني اللي جوه اليوترس، مش احنا قلنا ان في فوليكولار فيز بيطلع فيها استروجين؟ دي بيبقى اسمها دي فتره البيلد اب برضه في نفس الوقت بتاعت الاندوميتريوم في اليوترس، يعني الاستروجين زي ما هو مسؤول على انه يعمل النيجاتيف والبوست فيدباك اللي قلتهم لكم في اول المحاضره، لا هو برضو الاستروجين مسؤول في الاندوميتريوم على ان هو يبني اللي هي اسمها ايه، اللي هي اسمها بروليفيريتيف فيز. يبقى قصاد الفوليكولار فيز اللي هو الاسم العلمي بتاعها على مستوى الاوفري اللي هي اول 14 يوم، ليها اسم علمي على اليوترس والاندوميتريوم اسمه بروليفيريتيف فيز. طب لك ان تتخيل ان انت جبت اليوترس بتاع الست اللي عندها 55 سنه وعملت تديها في استروجين 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 بس، تمام؟ انت خايف اهو من كترته في البريست كانسر؟ لا، ده انت ترعب منه بقى في مين؟ في الاندوميتريال كارسينوم اللي هو الكانسر اوف ذا كوربس او كانسر اوف ذا يوترس، لان انت بتدي استروجين عمال يعمل بيلد اب بيلد اب بيلد اب، هيوصل لحاله مرضيه اسمها اندوميتريال هايبر بليزيا، والاندوميتريال هايبر بليزيا بالسليقه، وبعد ذلك ستتحول الى اندوميتريال كارسينوما. طب ايه الحال؟ الحل ان انا ادي بروجستيرون يعاود ويهدي الافكت بتاع الاستروجين على مين؟ على الاندوميتريوم في اليوترس، صح ولا ايه؟ يبقى اذا على الليفل اوف ذا اندوميتريوم لما بياخد البروجستيرون بيتحول من بروليفريتيف فيز الى ما يسمى بالسكريتوري فيز. يبقى اذا ما يعادل تاثير الهايبر استروجينيميا الكتير اللي حضرتك بتديها في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي للست على مستوى الرحم هو اعطاء بروجستيرون، يعني تعمل كومباينيشن ما بين استروجين وبروجستيرون في الاتش ار تي بتاعك اللي هو الهرمون ريبليسمنت ثيرابي عشان تعادل السايد والباد افكت، الا وهو الكارسينوجينيك افكت بتاع الاستروجين على مستوى الاندومتري. هنا ارجع لك في نقطه واقول لك طب ما خلي بال حضرتك ان زي ما في استروجينيك ريسبتورز في البريست انت برضو بتظلمه كده، فبتدي برضو حاجه اسمها ايه، بروجستروجينيك ريسبتورز موجوده في البريست بتديها انت بروجستيرون، يعني بتعمل لايبيليتي للبريست كانسر اعلى لما تدي استروجين وبروجستيرون. لكن الدراسات لما اتعملت لقت، طيب لما جم درسوا النيورو اندوكراين سيستم لقوا فيه الاتي، احنا يعني مش عارفين طبعا ان في سيمتومز كتير ايموشنال وسيمتومز كتير سايكولوجيكال وسيمتومز كتير بيهيفيرال، قال لا يبقى النيورو اندوكراين سيستم له دور، لازم نروح ندرسه كده. لما جم درسوه يعني جابوا مثلا كادفر وزي ما كنتوا بتعملوا في التشريح زمان وبداوا كده يدرسوا الريسبتورز بتاعه السكس ستيرويدز، لقوا الاتي، لقوا ان السكس ستيرويد ريسبتورز ار ابندنت ان ايموشنال اند بيهيفيرال سنترز ان ذا برين،
The six steroids act on behavior through serotonergic and GABA systems. يبقى السيروتونين ريسبتورز موجودة والجابرجيك سيستم موجود، وده بيؤكد وجود السكس ستيرويدز، وهنا بيؤكد ليه في فترة البروجستيرون ممكن تحصل كل البيهيفيرال تشينجز وكل السايكولوجيكال تشينجز اللي بتحصل نظرا لوجود ريسبتورز لهذه السكس ستيرويدز داخل البرين وبتشتغل ثرو سيروتونين او جابا سيستم. نون فارماكولوجيكال مانجمنت يعني نخلي الست تلعب رياضه، لايف ستايل موديفيكيشن، سايكولوجيكال انترفنشنز، ممكن فيتامين بي 6، كالسيوم، اجنس كاستاس، دي زي ماده كده موجوده عند العطاره ومليانه بالاستروجين فبتهدي الافكت شويه، بريماروز اويل اللي موجود في فول الصويا، الترناتيف ميديسن او الطب البديل، كل دي كلها حلول اخرى لحل المشكله. الحلول العلاجية بقى، والله انا اول ما قريت الكلمة كده بروجستيرون اذا كان المشكلة جاية من بروجستيرون فاكيد هو مش الحل. فالستاديز بروف ذات ات هاز نو افكت ان ذا تريتمنت اوف بي ام اس، ده فايس فيرسا يعني العكس تماما، ده هو بيزود المشكلة، لان الفلكتويشن اللي بروفد في الليفلز بتاعت بروجستيرون كومبيرد تو نورمال كنترولز لما عملوا ستاديز زي ما قلناها قبل كده ما فرقتش. فانت ما تجيش تقول لي اصل انا بقلله في وقت وبزوده في وقت فممكن احل المشكله، لا هو اعطاه اصلا في حد ذاته ما يحلش المشكله، صح ولا لا يا اولاد؟ كمان لما بياكد لك الجمله في ان الست اللي مش شايله الرحم لما ادى البروجستيرون سبلمنتيشن في الهرمون ريبليسمنت ثيرابي بتاعها فخلى الست دي اصلا في سيمتومز زي بتاعت البي ام اس، طب ازاي هدي بروجستيرون يعني؟ ده البروجستيرون اصلا لو اديته حتى لو لعبت في الليفلز بتاعته كده كده هيزود المشكله، صح ولا ايه يا شباب؟ امال ايه الحل يا دكتور؟ هقول لكم اهو. طيب يبقى الاستروجين الحل يا دكتور؟ اه بصراحه هو بيعمل سبريشن اوف اوفيوليشن، وبالتالي هو مهم جدا في المانجمنت بتاع البريمنسترال سندروم، لان احنا عارفين بقى مشكله هنا كبيره عنده، لو هارمو في الافكت على الاندوميتريم بيعمل هايبر بيزيا او كارسينوم، وبالتالي ما نقدرش نستخدمه لوحده، لازم نحط مع بروجستيرون. بالرغم من اهميه البروجستيرون ان هو يبوظ هذه الاستروجينيك افكت الا ان هو هيأجريفيت البريمنسترال سندروم، وبالتالي هذا اللاين اوف مانجمنت ما ينفعش استخدامه، ولا ايه يا ولاد؟ تاني سهل اهي، انا دلوقتي عايز ادي استروجين، الاستروجين ماله يا دكتور ابو روس؟ من وجهه نظرنا كده على الكلام اللي فهمناه علميا هو الحل السحري لمشاكل البروجستيرون اللي عملها ولمشكله البريمنسترال سندروم اللي موجوده عند الستات، صح ولا لا؟ اه يا حبيبي، بس خلي بالك انت ما تحلهاليش من حته وتبوظها لي خالص بقى من حته تانيه، يعني انت تروح تقول لي انا هدي استروجين عشان امنع البي ام اس بشويه اعراضها، لا يا عم انا عندي الست تتحملهم ولا يجيلهاش كانسر في الاندومتري، فهمت ولا فهمت ايش؟ طب عشان ما يجيش كانسر في الاندومتري ما هنعمل ايه؟ ايه الحل الوحيد يعني مع الاستروجين؟ ان ادي اوبوزنج بروجستيرون له يحول الاندومتري من بروفريتيف الى سكريتوري، يا فرحتي، ما هو كده المشكله ما اتحلتش، رجعت تاني العنب ديبو، رجعت لنفس الدواء هتديه اللي هو البروجستيرون اللي هو اصلا بيعمل الاعراض. طب ما قال لك انا ممكن اعمل حل حلو، ممكن اجي على الاندومتريوم بس واحط فيه بروجستيرون وبقيه الجسم ما يوصلوش، اللي هو حاجه اسمها المرينا، ده نوع من انواع اللوالب يا شباب، لولب محمل بالبروجستيرون اللي هو اسمه ليفونورجستريل ميديكيتد لوب او مرينا، ده الاسم الايه التجاري بتاعه. طيب تعالى بقى خلي المرض ده عند واحده فرشه، هتركب لها لولب يعني تحط لها في الرحم عشان خاطر انت عايز تديها استروجين وتقبض الاستروجين عند اندومتريوم فتحط لها اللولب الهرموني، ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش. فحتى هو لو اكسبتد لاين مش اكسبتد مع كل الستات والبنات لحل المشكله، يعني ان انت عشان تحط لي لولب مارينا في واحده عايزه تحمل، طيب لسه متجوزه جديد وعندها بريمنسترال سندروم، فانت بقى عايز تديها استروجين وتقوم جاي حاطط مارينا بقى في اليوترس، ماشي ما هو جميل اللي انت بتقوله ده، بس ده ما ينفعش اصلا مع واحده عايزه تجيب عيال، ما ينفعش مع واحدة تينيجر أصلا وما ينفعش إنها تركب لولب، فاهمين قصدي يا شباب؟ فبالتالي الدراسات هنا برضو ديس أبوينتنج. لحد دلوقتي إحنا كده محتارين مش عارفين نعالج المرض اللي هو مشاكله هرمونات ده، هو بروجستيرون هديله بروجستيرون على البروجستيرون هولع الدنيا وأبوظها، هديله استروجين مع البروجستيرون هحل مشكلة البي ام اس اي بس هعمل كانسر اندومتري. طيب أمال إيه الحل؟ هستخدم أورال كونتراسيبتيف بيلز. عم انت قلت ايه زياده يعني في السلايد ده؟ ما هو حضرتك يا دكتوره بالروس ببساطه الاورال كونتراسبتيف بيلز دي بيه فيها استروجين وبروجستيرون،
يعني برضو في بروجستيرون في الموضوع. طيب ما تقرا كده، it acts through suppression of suppression of menstruation. دي معلش يا شباب دي مكتوبه بالغلط، من suppression of ovulation. تمام، suppression of ovulation هيوقف البروجستيرون في الجسم، اه بس انت اديته من بره برضو. طب ما نكمل كده، ممكن تبقى effective انها تريليف الفيزيكال سيمتومز. بصوا بقى الابدومينال بين والبلوتنج والهيدك ماشي، وممكن it also may aggravate symptoms in some patients because it gives cyclic exogenous progesterone and we believe that PMS is progesterone sensitivity. انت بتعمل ايه دلوقتي حضرتك في الجمله دي؟ انا بناقش بقول لك الاورال كونتراسبتيف بيلز لما تديني الاستروجين يهدي الدنيا وتوقف اللي هو ببساطه شديده هي استروجين بروجسترون لما دخلوا وقفوا الاوفيليشن في الجسم، فوقفت الناتشورال بروجسترون اللي موجود. طيب ما انت لما وقفته هتعمل ايه؟ هتعمل ريليف لبعض السيمتومز طبعا، لان اكيد البروجسترون انت بتديه من بره اقل شويه او يعني نوع مختلف شويه عن البروجسترون الموجود في الجسم، وبالتالي الابدومينال بين والبلوتنج والحاجات دي هتهدى. بس خلي بال حضرتك برضو لازال في بروجسترون موجود ولازالت في سنسيتيفيتي منه. نعمل ايه بقى؟ قال لك يا باشا نلعب في نوع البروجسترون اللي موجود في الاورال كونتراسبتيف بيلز لحد ما نوصل لاحسن نوع مفيش منه اي سنسيتيفيتي، وده فعلا موجود في حاجه اسمها الياسمينه او الياس. نيور اورال كونتراسبتيف بيلز هاف دروزبرينون، ده نوع البروجستيرون اللي فيها، وده سبيرون ولاكتون ديريفيتيف. فاكرين المينرالو كورتيكويد اللي اسمه سبيرون ولاكتون اللي هو بتاع اللي هو البوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك؟ السبيرون ولاكتون ده اصلا بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك، كنا دارسينه زمان ايام علم الكلى. هو ده نوع من انواع المينرالو كورتيكويد، طلعوا منه بروجستيرون، ما هو دوت برضه سكس ستيرويد ايضا. الاسترويد ده برضو بيطلع منه هرمونات كلها اندروجينز وكلها شبيهه بالمينرالو كورتيكويدز، يعني كلها من السوبرالينال جلاند يعني. فقدر يطلع بماده اسمها الدروزبرينون طالع بيها من السبيرون ولاكتون، يعني اصلا جايب بروجستيرون عكس تماما السولت ووتر ريتنشن، جايب بروجستيرون من نوع من انواع الدايريتكس اللي هو اسمه السبيرون ولاكتون. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ فلو ذا سيم انتي مينيرالو كورتيكويد اكتيفيتي وبالتالي واندر في الافكت اون بي ام اس. تمام، يبقى الحل للبي ام اس ان انا برضو احتاج بروجستيرون، هستخدم مره كونتراسبتيف بيلز مبدئيا هي توقف الاوفيليشن، مبدئيا هتوقف البروجستيرون اللي في الجسم، لكن خلي بال حضرتك هي بتدي زي ما بتدي استروجين بتدي نوع من انواع البروجستيرون لازم سايكليك عشان يجابه مشاكل الاستروجين زي ما شرحنا قبل كده. طيب ما هو انت هنا طالما دخلت بروجسترون يبقى عندك سنسيتيفيتي، يبقى عندك بي ام اس. قال لك لا، انا ممكن العب في نوع البروجسترون واستخدم نوع يبقى عكس تماما السولت ووتر ريتنشن اللي البروجسترون بيعمله. ده اسمه ايه؟ ده اسمه دروزبرينون، ده سبيرونو لاكتون ديريفيتيف، يعني واحد من الانتي مينرالو كورتيكويدز اللي هي بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك، طلعنا منه بروجسترون فكانه بروجستيرون وفي نفس الوقت ما بيعملش الويت جين والبلوتدنس والبين والمشاكل الفيزيكال. امال انت هتحل المشاكل السايكولوجيكال ازاي؟ المشاكل السايكولوجيكال هتتحل بالاس اس ار اي، بس سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور. فاكرين لما اتكلمنا عن سلايد قبل كده في الايتيولوجي وقلنا ان السيروتونين هو والسيروتوجينيك باسوي هو المسؤول عن الموضوع؟ سهل جدا، خلاص حضرتك كده تقدر تحل لنا المشكله بكل بساطه عن طريق ايه؟ عن طريق حضرتك ان انت اديت اس اس ار اي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، دواء من ادويه الدكاتره بتوع الامراض النفسيه في الفتره بتوع 14 يوم بس يشتغل مع المريضه، وحطيت معاه الاورال كونتراسبتيف بيل اللي هو اسمه الياسمينه، حليت المشكله بتاعت المريضه دي. شكرا. دانازول ده نوع من انواع الهرمون تريتمنت، بيعمل سبريشن اوفيليشن وافكتف على الماستالجيا، بس هو اندروجينيك دراج فله اعراض جانبيه فانا لا افضل استخدامه، لكن لازم نكتبه لانه موجود في الليترشر. طب ما نقرا كده عن الجونات بروبينيزنج هرمون اجونست اللي هو جي ان ار اتش انالوجز اللي كنت بديكم مقدمه عنها كده من سلايدين ثلاثه فاتوا. جي ان ار اتش انالوجز اكت ثرو سبريشن اوف اوفيليشن باي انهبيتنج ريليز اوف فوليكولار ستيميليتنج هرمون اند لوتونايزنج هرمون. مظبوط، جي ان ار اتش انالوجز از ان افكتيف مانجمنت of BMS symptoms but with side effects. It creates a pseudomenopausal state. Hypoestrogenic state happened by GnRH analogs could be managed by what can we call as add-back therapy. Use of these agents must not be more than 6 months as it's hazardous on bone density. يعني الكلام اللي حضرتك كاتبه ده؟
تاني الجوناتروبينيك أورجانيزم هرمون أنالوجز هي ببساطة هي الأجونيست أو الأنالوج اللي شبيه بالجوناتروبينيزم هرمون اللي بيطلع من الهايبوثالامس، تمام؟ بيدي إشارات في الأنتيريو بيتيوتري يقول لها افرزي الجوناتروبينز اللي هما الإفستاتشوال إنجكشن. يبقى إذا إعطاء الأنالوجز المفروض إن هو بيعمل إيه؟ ريليز الإف اس اتش والال اتش، ولكن العلم قال إنه بيعمل ده لأول 48 ساعة بس، لأن في أول 48 ساعة دول ببساطة هو بيملى الريسبتورز وبالتالي بينشط الأنتيريو بيتيوتري وتطلع جوناتروبينز. بعد ما الريسبتورز تتملي وتتشبع يبدأ يتحول هذا الأجونست إفكت إلى أنتاجونست إفكت، بالرغم إن هو جاي من دواء الأجونست. ليه؟ لأنه حصل تشبع في الريسبتورز، عمل بلوكينج للريسبتورز، ما عادتش بتستقبل اي ريزنج هرمون جاي لها من بره، خلاص قفلت على كده، وبالتالي هيقف انتاجيه الاف اس اتش والال اتش، وبالتالي جونادوتروبين ريزنج هرمون انالوجز اكت ثرو سبريشن اوف اوفيليشن عن طريق انها بتعمل انهبيشن للريليز بتاع الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون واللوتونايزنج هرمون. ادي كده اول نقطه في السلايد. طيب هي افكتيف في المانجمنت بتاع البي ام اس؟ طبعا ببساطه، يعني انا اديت جونادوتروبين ريزنج هرمون انالوجز، وقفت الاف اس اتش والال اتش، وقف الاوفيوليشن، وقف الاستروجين، وقف البروجستيرون، وقف المسؤول الاول على البي ام اس الا وهو البروجستيرون، ولكن والسايد افكت الا وهي ايه؟ ما انت لما وقفت الهرمونات اللي طالعه سقرت الجسم من الهرمونات ببساطه، خليت الست ان اسودو منوبوزال ستيت اللي هي النقطه رقم 3، بقت شبه الست بالظبط بتاعت المنوبوز. هي حقنه الجونادوتروبين ريليزنج هرمونز بتتاخد حقنه كل 28 يوم، اللي هي الاس ار بتاعتها الجزرلين والبازرلين، ودي ليها اسامي معروفه جدا جدا فين في الماركت. ليها حاجه اسمها الزولاديكس 3.6، ده الاسم اللي هو التريد ميم يعني اللي مشهور في الماركت بتاعه. طيب حضرتك اديت الحقنه دي كل 28 يوم، اديت 6 حقن، يعني قعدت 6 شهور تدي الدواء ده، خليت الست ايه؟ خليت البون بتاعها خلاص بقى الدنسيتي بتاعته باظت، مفيش استروجين في الجسم. خليت ان الست بقت بيجي لها هوت فلاشز ويجي لها انسوميا زي ما انا شرحت المنوبوزال سيتويشن قبل كده. طيب لما حضرتك عملت كده عملت ايه؟ انت وقفت كل الحاجات اللي ليها علاقه بالبي ام اس، بس انت قصاد كده خليت الست انسودو منوبوزال ستيت. ليها حل الحكايه دي؟ ليها حل طبعا. بعمل حاجه اسمها اد باك ثيرابي، بدي انا اورال كونتراسبتيف بيلز اشغلها مع في الوقت اللي انا مدي فيه الحقنه بتاعت الايه؟ الجين ريتش، لان انا زي ما انا موقف الاستروجين والبروجستيرون اللي بيطلعوا من الجسم، انا ممكن اديهم بايه؟ بشويه دوزز كده من بره بسيطه، زي اللي هو اللي موجودين في الدروز برينون مثلا في الياسمينه وكده، بحيث انها تعمل حاجه اسمها اد باك ثيرابي. انا وقفت الهرمون اللي جوه الجسم، وبالتالي المشاكل بتاع البروجستيرون هديت، وفي نفس الوقت اديتهم هرمون خفيف من بره عشان يوقف المشاكل بقى بتاعت الدواء اللي هو جونادوتروبين ريليزنج هرمون. فهمتوها يا شباب ولا ما فهمتوهاش؟ اتمنى تبقى واضحه، واتمنى فهمنا للهرمونات النهارده يبقى واضح في كذا حاجه. طيب اذرز بقى عندنا سيلكتيف سيروتونين ري ابتيت انهبيتورز، اورال انتي ديبريسنت دراجز، سبايرون ولاكتون، انكزوليتيك ايجنتس، سيرجري اخر حاجه ان انت تعمل الست هيستريكتومي واوفريكتومي وتشيل لها المبايض، وده طبعا مش هيتعمل لحاله البي ام اس بس هو لازم يبقى مكتوب في الليترشر. ثانك يو. هو ملخص بسيط بس وسريع لمحاضرتنا النهارده. عرفنا ان البريمنسترال سندروم هي عباره عن حاله مرضيه ممكن تتداخل مع حالات كتير، يحصل مس اتريبيوشن في تداخلها مع تشخيصات اخرى زي الكرونيك ديبريشن والكرونيك انكزايتي. خلي بال حضرتك انها مش اكسسربيشن او هي انكريز سيفيريتي بتاعت كرونيك المس موجود. خلي بال حضرتك انها بتحصل في لوتيل فيز بس. خلي بال حضرتك انها بتاليفيت السيمتومز بتاعتها وبتهدى مجرد الايه المنستريشن ما بدأ، ومع نهاية المنستريشن الموضوع انتهى. خلي بال حضرتك ان المسؤول الاول عنها هو البروجستيرون. دوروا في الايتيولوجي بتاع الموضوع ده عن طريق دراسات على الفلكتويشنز وعلى التغيرات في كميات البروجستيرون في اليوم، لقوا ان هي ديس ابوينتنج ستاديز، ولقوا ان هي بتختلف من ست لست مش في الكميات وانما في السنسيتيفيتي ومدى الجينيتك بريديسبوزيشن وتقبل الست للبروجستيرون. الكلاستر اوف سيمتومز كتير وكبير ما بين سايكولوجيكال وما بين فيزيكال سيمتومز مختلفه شرحناها واتكلمنا عنها بالتفصيل. قدرنا نعرف ان النيورو اندوكراين سيستم مليان برضو بالسكس ستيرويد ريسبتورز، وبالتالي بيتاثر جدا جدا بالبروجستيرون وبالاستروجين، والسنترز دي بالتالي تاثرها هو ده اللي بيؤدي للسايكولوجيكال سيمتومز الشديده اللي بتبقى موجوده مع المرض ده في الناس اللي عندهم انكريست سنسيتيفيتي.
المعلومه دي ادتنا برضو معرفه مهمه ان السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز من الدرجات المهمه او اللي هي الانتي ديبريسنت دراجز الاخرى ممكن كلها تعالج المشاكل بتاعه الدي ام اس، ولكن الفيزيكال سيمتومز ستظل وسيظل الجولدن رول اوف تريتمنت بتاعها. طبعا عمره ما هيبقى بروجسترون لان المشكله جايه من البروجسترون، عمره ما هيبقى استروجين عشان الاستروجين ببساطه لو اتاخد لوحده هيعمل لي اندوميتريال كارسينوما، فلازم احط معاه بروجسترون. هو هيبقى نوع من انواع الاورال كونتراسيبتيف بيلز فيها بروجسترون اصلا اجينست الويت جين، ان هو جاي من السبايرونولاكتون يعني جاي من دايوريتك اسمه البروسبرينون، وده موجود في الياسمينه والياز. قدرنا نعرف في محاضره النهارده يعني ايه هرمون ريبليسمنت ثيرابي، خدنا هنت كويس عن المينوبوزال سيمتومز، فهمنا يعني ايه جونادوتروبين ريليزنج هرمون انالوجز، وايه هو البرايمري افكت بتاعها، وايه هو السكندري افكت بتاعها. وبالرغم من فوائدها انها بتوقف هرمونات الجسم فتعالج امراض زي الاندوميتريوزز وزي البريمنسترال سيندروم، الا ان من مشاكلها الكبرى انها تعمل سودو منوبوزال لايك ستيت. وعرفنا حلها ايه، حلها ادباك ثيرابي عن طريق اورال كونتراسبتيف بيلز. استفدنا من نقط كتير جدا في محاضره النهارده، قدرنا نعرف الهرمونات وتاثيراتها في الجسم وطريقه العلاج والتعامل بتاعتها ازاي. واشكركم شكر جزيلا.